للمتابعة ينضم إلينا من بغداد مصطفى قطان مراسل غد. إذا مصطفى، زيارة الكاظم للطارمية تأتي مباشرة بعد عودته من الكويت، يعني ما يدل على أهمية هذه الزيارة. ما تفاصيل ما يجري بالطارمية؟ بالفعل كوثر، يعني توجه الكاظمي بعد عودته من الزياره الرسميه التي قام بها الكويت مباشره الى الطارميه يدل على ان الاوضاع في هذا القضاء تستوجب وقوف رئيس الحكومه على الاوضاع وزياره هذا القضاء ميدانيا، وهي ليست المره الاولى التي يقوم بها الكاظمي بزياره الطارميه، باعتبار ان هذا القضاء الذي يقع شمال بغداد كان مسرحا للاحداث وكذلك الهجمات التي ينفذها عناصر تابعين لتنظيم داعش على القوات الامنيه في هذا القضاء بالتحديد. قبل أيام قليلة كوثر كان هنالك هجوم واستهداف لعناصر من الحشد الشعبي من قبل عناصر تنظيم داعش، قاموا بتفجير عبوة ناسفة وبعد ذلك الاشتباك بالأسلحة مع الحشد الشعبي واستخدام أسلحة مثل القناص لاستهداف عناصر الحشد الذين كانوا ينتشرون في هذه المنطقة، ما أسفر عن مقتل عدد منهم. هذا الحادث بالتحديد رفع من مستوى المخاوف حول إمكانية حدوث عمليات انتقامية ضد أهالي الطارمية وبالتالي انزلاق الوضع الأمني وربما حدوث أمور أبعد من الملف الأمني بكثير، والعودة إلى مسألة ربما الشحن الطائفي في هذه المنطقة التي قد تكون ربما هي الشرارة التي تؤدي إلى انتقال هذه المسألة إلى مناطق أخرى في العراق، خصوصا مع استعداد الحكومة العراقية لتنظيم الانتخابات في 10 أكتوبر المقبل. الكاظمي ذكر في أثناء لقائه بالقادة العسكريين في قيادة العمليات المشتركة أو في مقر قيادة العمليات المشتركة بضرورة اتخاذ إجراءات أمنية وخطط أمنية جديدة يكون للمواطن فيها دور كبير من أجل منع تسلل عناصر تنظيم داعش والقيام بمثل تلك العمليات الإرهابية التي تؤدي إلى أحداث مؤسفة وكذلك تدفع بالوضع إلى شحن أكبر. بالتالي يريد الكاظم من خلال هذه الزيارة ومن خلال لقائه بعدد من أهالي منطقة الطارمية التأكيد على أن القوات الأمنية موجودة وتتحمل مسؤولياتها وسوف تقوم بمنع حدوث مثل هكذا هجمات إرهابية في هذه المنطقة، وأيضا ستمنع حدوث عمليات انتقامية قد تهدد وقد تشكل هاجسا لأهالي الطارمية وتؤدي إلى إثارة مخاوفهم من حدوث مثل هكذا عمليات انتقامية. كوثر، نعم. مصطفى قطان مراسل غد كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.